أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من نوافذ النور وأدعية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في شهر رمضان المبارك، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته نيابة وأصالة عن إخوتي وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في فضل من قرأ هذا الدعاء، الدعاء الثالث أو الدعاء اليوم الثالث من هذا الشهر الشريف، دعاء عظيم، قال: من دعا به بنى الله تعالى له بيتا في جنة الفردوس فيه 70,000 غرفة من نور ساطع، وفي كل غرفة 1,000 سرير، على كل سرير حورية يدخل عليه كل يوم 1,000 ملك بالهدايا من عند الله تعالى. لا شك أن على قدر المشقة وعلى قدر فهم الإنسان ونباهة الإنسان، يستطيع الإنسان أن يحقق ما يبتغيه في هذه الدنيا. الإنسان دوما محاط بالابتلاء، والابتلاء والاختبار والفتنة كلها كلمات مترادفة بمعنى متشابهة بالمضمون، وهو الامتحان الإلهي. فحينما يمتحن الإنسان فإنما الله عز وجل يمتحنه لكي يرفع من قدره وشأنه. يقول تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ما معنى لنبلوكم؟ أي لنختبركم. الله عز وجل يختبر الإنسان في الحياة الدنيا، لماذا؟ ويختبره بالخير والشر، لماذا؟ ثم لماذا جعل الله عز وجل هذا الأساس في تقييم شأن الإنسان؟ من هنا نعرف إخواني أن ابن آدم، ترى ابن آدم عملة نادرة فعلا، يعني لو تنظر الإنسان تشوف الله عز وجل قد كرم الإنسان وعظمه، أعطاه قدر وقيمة حتى أكبر من الملائكة، أكبر من الحيوان، أجل الله السامعين. الإنسان الله كرمه، كرمنا بني آدم، القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم في عدة آيات، لأن الإنسان كرامته كبيرة عند الله. حينما يوضع الإنسان في كفه وتوضع الخلائق في كفه، هنا يعرف ويبان
قدر الإنسان وعظمتي وجلالتي في هذا الكون. إذن هذه الأهلية التكوينية اللي الله عز وجل منحها إلينا ما منحها لغيرنا، والدليل أنه كل آيات القرآن الكريم تمر على الإنسان أنه الإنسان صاحب الأمانة، صاحب المسؤولية، صاحب النبوة، صاحب الشأن، صاحب الخلافة، ابن آدم، شيء عجيب، علامة فارقة. كذلك أخواني، الفطرة والوراثة تلعب دور رئيسي في حياتنا. الإنسان لما يولد إنما يولد ابن آدم على الفطرة، أما والداه فأما أن يهودانه أو يمجنا أو يمجسانه أو ينصرانه. الإنسان يولد على الفطرة، يشوف أمه وأبوه أهله محيط، ثم هذه بعدين تبدأ مراحل يسموها الوراثة التكاملية. من بعد الفطرة التكامل مالته يصير وراثة كما ذكر علماء الاجتماع. فالإنسان يرث عاداته وحتى يرث دينه. في الدين، في الشريعة الإسلامية، الإنسان لابد أن يؤمن عن فكر ويؤمن عن ثقة ويؤمن عن إيمان مطلق وحقيقي، مو هكذا أو هذا ما وجدنا عليه آباؤنا، أبد. الشريعة الإسلامية تجي تكرم الإنسان وتقول له عندك عقل، عندك ضمير تنظر فيه وتحكم فيه. زين، سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: رأي الرجل على قدر تجربته. شنو معنات هالكلام هذا؟ الإنسان لما الله عز وجل يعطيه عمر مديد، كل ما يكبر تكبر ويا تجربته، يقوم يشطب على أشياء يمسحها، يقوم يحذف أشياء، يقوم يبقي على أشياء، يقوم يطور أشياء، يقوم يتفاعل مع أشياء، يقوم يترك أشياء. سبحان الله، رأي الرجل كما يقول أمير المؤمنين على قدر شنو؟ تجربته. لهذا تشوف الآراء مختلفة، بعض الآراء تتغير، بعض الآراء ما تبقى. كثير من الناس يؤمنون بأشياء بعد فترة يغيرون آراءهم، وهذه سنة الحياة. يشير النبي صلى الله عليه وآله في هذا الدعاء إلى ماذا؟ إلى هذا الكائن الإنساني الذي لا بد له ألا يصل إلى مرحلة من السفاهة والتمويه. فقال صلى الله عليه وآله: اللهم جنبني، جنبني عن السفاهة والتمويه. وهذه إشارة وموضوعية حقيقية على أن الإنسان يمتلك أعز شيء في تجربته، اللي هو الذكاء والذهن ومراحل التطور في حياة الإنسان العقلية، هي الذكاء وهي رأس ماله إخواني، ليس بالأمر الهين أبدا. فإذا المؤمن كما يرى الله عز وجل، المؤمن كما يراه الله عز وجل، أنه قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب شنو؟ أقفالها. شنو معناته؟ ليش على قلوب أقفالها؟ لماذا؟ لماذا على قلوب أقفالها؟ ليش؟ القلب ينقفل مثلا؟ نعم ينقفل، نعم. شلون ينقفل؟ يقفل ويحكم عليه ويوزجن وكل شيء، مقابل شنو؟ مقابل الإنسان ما يكون سفيه، ما عنده تمويه، ما عنده تمويه للذهن، للجهالة وما أشبه. فالقرآن الكريم حكم على الإنسان أن يكون نبيها ولا يكون سفيها ولا مموها. قال صلى الله عليه وآله في الدعاء: وباعدني فيه من السفاهة والتمويه. الإنسان الله أعطاه أمانة. شايفين الطفل، الرجل المجنون، بعض الناس عندهم عقل يعني بالغين همات، في الشريعة الإسلامية يحجر على أملاكهم وأموالهم بمجرد أنهم يكتشفون أنهم سفهاء، لا يعرفون أن يتصرفون. فالإنسان السفيه لا يعرف أن يتصرف، ربما يضر دينه ويضر الناس ويضر من حوله ويضر حتى أمواله وما يعتني به. ولهذا إخواني، لابد أن الله عز وجل
قد أفاض علينا في هذا الشهر الشريف أن نبتعد عن السفاهة والتمويه، أن نلتفت لدقائق الأمور، أن نجعل الله عز وجل نصب أعيننا والقرآن الكريم وحديث العترة الكريمة المباركة آل محمد هم نهج الصواب وهم الذين يبعدون عن السفاهة والتمويه. إلهي بحق محمد وآل محمد لا تحرمنا من فيض نعمك وكرمك، وأن تجعل في أذهاننا النباهة، وأن تجعل في أرواحنا الكرامة، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.